الصداع في نهار رمضان أكتر مشكلة بتواجه أغلب الناس في أوائل أيام رمضان، إيه الحل وطريقة تفاديه؟ شوفوا معايا الفيديو. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. رمضان على الأبواب، خلاص باقي حوالي 4 أيام. الفيديو ده كان المفروض ينزل قبل كده بشوية، بس نتمنى ان الفيديو يفيدكم. اكتر مشكلة بتواجه اغلب الناس الرياضيين وغير الرياضيين في نهار رمضان او اول ايام في رمضان الصداع. ده من ايه بيحصل؟ الصداع من نهار رمضان او الصداع في نهار رمضان بيحصل من 3 عوامل اساسية. اولا بتكون متعود على شرب القهوة او الكافيين في بداية يومك. تاني شيء الاعتماد قبل التمرين على مركبات الطاقة اللي بتعتمد فيها على نسبة كافيين عالية. رقم 3 انخفاض مستوى السكر في الدم. دول التلات عوامل الأساسية اللي بتسبب لك أو بتعمل لك صدمة في نهار رمضان، بيحصل لك صداع في أول أيام رمضان. عشان تتلافى التلات عناصر دول تعمل إيه؟ أول مشكلة وتاني مشكلة يعتبروا نفس الشيء، اللي هما الكافيين اللي موجود في القهوة واللي موجود في مركبات الطاقة اللي قبل التمرين. في ناس حاليا بتتمرن برضو وبتاخد مركبات طاقة، في ناس عندهم رياضات تانية مش موقوفة زي كمال أجسام، في ناس تانية بتتمرن رياضات تانية بتعتمد على القوة وعلى الرياضات الهوائية بره، فبتاخد برضو مركبات طاقة. الكافيين اللي بناخده في بداية اليوم أو أغلب الناس اللي بتاخد كافيين في بداية اليوم، أغلب العرب بيعتمدوا في أول يومهم بالفطار وفنجان قهوة. تعمل إيه؟ قبل رمضان بأسبوع اللي هو كان المفروض تبدأ بيه قبل دلوقتي بشوية، تنظم موضوع الكافيين. رقم 1 ما تشربش القهوة في بداية يومك، أخر شرب القهوة لمنتصف اليوم أدام أنت مدمن قهوة. لو أنت في حالة إذا كنت أنت مدمن أو دايما القهوة عندك حاجة أساسية، فتأخر شرب القهوة بما يكون في أول يوم، خليها في أول أسبوع أو قبل رمضان بأسبوع في منتصف اليوم وليس في نص اليوم. اتحمل شوية الصداع وانت فاطر قبل ما يخش عليك رمضان، هتعرف مش هيكون بمعنى أصح مش هيكون مزمن معاك زي ما يكون في رمضان، لأن رمضان أكتر من عامل. لكن حاليا انت تظبط عامل واحد منهم اللي هو الكافيين، هتعمل ايه؟ هتأخر شرب القهوة لمنتصف اليوم. ده رقم 1. رقم 2 منتجات الطاقة اللي بتحتوي على الكافيين ابعد عنها وخليك على مركبات الطاقة اللي بدون كافيين. في مركبات طاقة بدون كافيين كتيرة، تقدر تستخدم أي منتج بدون كافيين في الفترة الحالية أو فترة ما قبل رمضان بأسبوع عشان تتلافى كمية الكافيين اللي بتخش عندك دفعة واحدة خلال اليوم وبتعمل لك أرق أو بتعمل لك تنبيه لجهازك العصبي. رقم 3 انخفاض مستوى السكر في الدم. تعمل ايه عشان ضبط مستوى السكر في الدم؟ هنبدأ دلوقتي للحلول. مستوى السكر في الدم ده حاجة مش هتعرف تظبطها قبل رمضان، اللي هتعرف تظبطه قبل رمضان من دلوقتي تعديل نظامك في اخذ القهوة واخذ مركبات الطاقة اللي فيها الكافيين. نيجي بقى في رمضان، انت خلاص عودت جسمك ان انت مش لازم تشرب القهوه في اول اليوم، فهتخش رمضان امورك تمام. مش متعود ان انت تشرب قهوه في اول يومك، فعادي مش هتحس بصداع. ده اول شيء. تاني شيء، انت بعدت عن مركبات الكافيين اللي موجوده في منتجات الطاقه والباور، فبالتالي نسبه الكافيين قللتها. بما انك اخرت مستوى الكافيين اللي بتشربه الصبح وبما انك خدت مركبات الطاقة بدون كافيين، فكده انت اساسا قللت مستوى الكافيين اللي انت بتاخده تقريبا للنص. نيجي بعد كده رقم 3 اللي هو ضبط مستوى السكر في الدم. تعالجه بايه في رمضان؟ ان سحورك يحتوي على العناصر الاساسية اللي فيها نسبة جلوكوز وكربوهيدرات وفايبر كويسة، زي المكسرات تكون في سحورك، الفاكهة أساسية بأنواعها في سحورك، منها أنواع كتيرة، منها الموز، منها البطيخ، البرتقال، الأناناس، الفاكهة المتاحة.
اللي بعديهم التمر. التمر من الحاجات الاساسيه، لان التمر من اكتر المواد الغذائيه اللي بتعمل على ضبط مستوى السكر في الدم، لاحتوائها على نسبه كربوهيدرات متوازنه ونسبه غذاء متوازن ونسبه بروتين ونسبه الياف. العناصر الغذائيه اللي موجوده في التمر لما بتاخدها في السحور بتساعدك ان انت تعمل بالانس لمستوى السكر في الدم. فدلوقتي ان انت عدلت بعض العادات السيئه او الحاجات اللي انت متعود عليها واللي منها بيسبب لك ارق وصداع في نهار رمضان، ان انت قللت الكافيين بما انك بعدت عن مركبات الطاقه اللي فيها الكافيين، والكافيين اللي كنت بتاخده في القهوه الصبح اخرته لنص اليوم، وان انت تخلي سحورك متوازن وفيه العناصر الغذائيه اللي تعمل لك ضبط مستوى السكر في الدم بسحور متوازن ويحتوي على عناصر غذائيه والياف وكربوهيدرات عشان تعمل لك بالانس مستوى السكر في الدم عن طريق الفاكهه والمكسرات والشوفان المصلي اللي هو العضوي والتمر اللي هو العنصر الاساسي في السحور ومن اهم العناصر في السحور. اتمنى المعلومه النهارده تكون مفيده، وكل عام وانت بخير، وان شاء الله رمضان يكون علينا افضل ونعدي رمضان للاحسن وتعدي الازمه اللي احنا فيها. وكل عام وانتم بخير.